مساء الخير. ليه مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا فشلت؟ ده سؤال جالي من صديقنا الأستاذ إبراهيم اللي بيقول لي تكلم عن سد النهضة وفشل المفاوضات بعد ما قال السيسي إنه الموضوع انتهى وإنه مفيش أزمات مياه وكل ما فعله فريق المفاوضات المصري هو إبعاد ميكروفون الجزيرة. الحقيقة يعني ليه فشل مفاوضات السد؟ الحقيقة لأنه لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على نقاط أساسية جدا. وأذكر حضراتكم أنه الخلاف الأساسي ما بين المفاوض الأثيوبي والمفاوض المصري فيما يتعلق بسد النهضة مرتبط بنقطة جوهرية، أن المفاوض المصري متمسك بحقوقه المبنية على اتفاقات موجودة منذ سنوات طويلة من 1912 والأهم منها 1959 اللي بتنظم تقاسم مياه النهر ما بين أثيوبيا ودول المصب اللي هي مصر وأثيوبيا. وطبقا للاتفاقية 1950 لما كان عدد سكان مصر البالغ الآن 100 مليون أقل من كده حوالي 50% أو أكتر، كان النصيب ده 74 مليار متر مكعب لمصر، منها 55.5 مليار طبعا، والباقي حوالي 18 أو 18.5 بيروح إلى السودان. الفكرة دي اللي استمرت من 59 بحماية القانون الدولي وبقوة والنفوذ المصري في إفريقيا غير مقبول إلى الأثيوبيين وبيعترضوا عليه منذ 60 عاما وإلى الآن. وفي المفاوضات الأخيرة مرة تانية راغبين إن هم يضعوا في الاتفاق النهائي أن يعترف الجانب المصري بعدم المرجعية إلى هذه الاتفاقات ونبدأ من جديد التفاوض على مياه النهر. الأثيوبيين ليهم المصريين بيقولوا إنه ده حقنا تاريخيا ومنطقيا وإنه لا يمكن إن احنا نتفاوض من جديد ولا يمكن كمان نتصور إنه طبقا للقانون، طبعا الاتفاقات القديمة بتحكمها القوانين الدولية، وإن الاتفاق حتى رغبة الأثيوبيين لا يمكن أن تؤدي إلى تجويع أو تعطيش أي بلد من البلاد المتشاطئة على النهر. الأثيوبيين بيقولوا كلام تاني، بيقولوا إنه كل مياه النهر اللي بتجري فيه أساسا هي 74 مليار متر مكعب بتروح لمصر وللسودانيين والأثيوبيين لا يحصلوا على أي شيء. ليه بيقولوا الكلام ده؟ لأن الأثيوبيين يتحدثوا عن كمية المياه التي تجري في مجرى النيل، والمصريين والسودانيين بيتكلموا عن المياه في منطقة حوض النيل، والفرق كبير. في كمية كبيرة جدا من الأنهار اللي بتنزل على حوض نهر النيل، اللي بينزل منها بس في النهر هو الحوالي 74 مليار قدم مكعب تقريبا، الباقي بيروح لأماكن مختلفة في أثيوبيا، منها مثلا بيقدر البعض يعني 150 مليار قدم مكعب بتروح للأعشاب اللي بتتغذى عليها الثروة الحيوانية الأثيوبية وهي ثروة كبيرة. الخلاف في كل شيء. طيب كمان الخلاف في حتى لما بيسلموا ان هم مستعدين يتفاوضوا على هذه الحقوق التاريخية بيتكلموا على امور اخرى. انتوا عاوزين ليه السد؟ المصريين الاثيوبيين بيقولوا احنا مش عاوزينه للري، احنا عندنا كميات مياه كبيرة جدا. فخلاف الانهار المياه الامطار اللي بتسقط علينا بحوالي تريليون متر مكعب في أماكن مختلفة، عندهم 10-13 نهر آخر موجود خلاف نهر النيل، لكن إحنا محتاجين نقيم سد لتوليد الكهرباء لأنه الطاقة اللي موجودة في أثيوبيا لا تكفي 10% من احتياجات السكان البالغة حوالي 100 مليون بني آدم، يعني تقريبا قد سكان مصر، وبالتالي إحنا محتاجين نعمل سد. المصريين بيقولوا لهم أوكي إحنا موافقين أن أنتوا في حاجة إلى السد، لكن يمكن أن تقيموا سدا ينفعكم ولا يضرنا. يعني إحنا ده المصريين، المفاوض المصري بيقول لهم سد من 14.5 تخزينه، يعني ما هو بيولد الكهرباء بقوة تخزين المياه. بيقولوا أن المخطط الأول لإقامة السد لما كان في التسعينات عند حدود 14.5 مليار متر مكعب، ده يكفي جدا لتوليد كمية كهرباء طيبة جدا بكفاءة أكتر، هتكون مية أقل وتوربينات أصغر، لكن هيولد كمية كهرباء في حالتكم أكثر من كمية تخزين 74 مليار وتوربينات أكثر. وأنا شك
ان انتوا هتقدروا بهذا السد الضخم جدا انكم تحققوا الهدف المعلن. الاثيوبيين بيقولوا لهم مالكمش دعوه، احنا اضرب مصلحتنا وعندنا شركتنا الاستشاريه ونحن احرار زي ما انتوا عملتوا السد العالي وما استشرتوناش، احنا ادرى بمصلحتنا لا تقدموا الينا المشوره. المصريين بيقولوا ان في اتفاقات دوليه كثيره بتنظم حقوق الدول المتشاطئه على نهر واحد، وبالتالي ليس لكم حق مطلق في ان انتوا تكونوا اصحاب الكلمه الوحيده. ليه الاثيوبيين واخدين هذا الموقف المتعنت على الاقل من وجهه نظر المصريين؟ انا قلت لحضراتكم قبل كده في حلقه بتحمل عنوان السد ان في خلفيات تاريخيه قديمه بتخلي في حساسيه شديده جدا من المصريين لاسباب يطول شرحها، ممكن ترجعوا للفيديو السابق، عداء تاريخي قديم وتقليدي من ايام الفراعنه ولغايه فتره قريبه جدا. لكن الحقيقه يضاف إلى السبب ده سببين آخرين. سبب مهم جدا معظم العرب ما يعرفوش، لأن لا أحد يهتم بالشؤون الإفريقية، وإنه أثيوبيا لديها مشاكل داخلية كثيرة، ومن سنة 2015 وهي عندها اضطرابات داخلية اعتراضا من جموع الأغلبية مما ينتمي إلى عرقي الأورومو والأمهرة اللي بيمثلوا حوالي 70% من سكان أثيوبيا على تزوير الانتخابات في 2015 وتقريبا التي لم ينجح فيها أي شخص من المعارضة، لحساب الجبهة التي يقودها التجري، يعني عرق التجري أو جماعة التجري اللي بتمثل حوالي 7% من سكان أثيوبيا ولكن بتسيطر على كل مفاصل الحكم هناك. وبالتالي ففي هناك عملية صراع على السلطة بين أجنحة كتيرة، زي ما الدكتور محمود أبو العينين الخبير في شؤون الإفريقية بيقول. ويبدو أنه خلال الفترة الطويلة دي والاضطرابات الأخيرة اللي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء الأثيوبي السابق ديساليني وتولي أبي أحمد أول رئيس حكومة مسلم لأثيوبيا، أنه الاضطرابات دي كلها جوهرها انقسامات داخلية. يبدو أن نفس السبب اللي كان بيخلي ديسليني وميل الزناوي متشددين في جانب السد ما زال قائم، وهو توحيد الجبهة الداخلية على خطر خارجي. خطر خارجي أن الشعب كله يصطف حوالين مشروع قومي واحد ويحاولوا أنه يضغطوا على فكرة الخطر الخارجي اللي بتمثله مصر، ومصر ينفع تقوم بالدور ده بشكل جيد لأنها تاريخيا في عقل الأثيوبيين هي عدو خارجي زي ما شرحت في حلقة سابقة. هل في سبب آخر؟ في سبب آخر، وهو لا شك أن هناك دول أخرى بتجد في السد وفي تشجيع الأثيوبيين على فكرتهم وسيلة للضغط على مصر لتحقيق أغراض مختلفة. ليس سرا أن إسرائيل لها مصلحة في الضغط على مصر لعلها تلجأ إليها لمساعدتها في السد، لأنه إسرائيل تاريخيا ومن سنوات طويلة جدا تتمنى أن مصر تسمح لها بمد أنبوب من النيل، لأنه إسرائيل بدل ما تستثمر في محطات التحلية أرخص لها كتير أنها يتوفر لها المياه عن طريق نهر النيل. وقالت قبل كده لمسؤولين مصريين وافقوا انتوا ومش هناخد من حصتكم، بل بالعكس سوف نقنع الدول الإفريقية بزيادة الحصة بخلاف المياه التي سوف تأتينا. وكان صعب على صانع أي قرار مصري انه يوافق، لأن ده هيترتب عليه مشاكل كتيرة جدا على جبهته الداخلية وعلى مصداقيته، وطبعا على المستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي. ده باختصار أسباب الخلاف اللي ممكن نفصل فيها في حلقات أخرى، لأن ليها تفاصيل أخرى كثيرة جدا وبتضع المفاوض المصري في موقف صعب جدا. إنه الحل العسكري حل صعب جدا ولا يريد الحديث فيه لأسباب يطول شرحها، وحتى الحل اللجوء إلى القانون الدولي، وده أمر غريب جدا إن المفاوض المصري يريد أن يرجئه أملا في أن تنجح المفاوضات، فيما إن في جانب من المصريين ومنهم فقهاء كبار وعلماء كبار زي مثلا الدكتور علي الغتيت الذي يرى أن المصريين أخطأوا بعدم اللجوء إلى القانون الدولي كوسيلة ضغط وكوسيلة مشروعة لحماية حقوقهم المكفولة بالاتفاقات الدولية السابقة. أشكركم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.